هو شرفنا وافتخرنا النهارده هنا، وبتمنى لك ان شاء الله التوفيق. بس انا هرد على نقطه بس صغيره اللي هي تخصنا احنا التحدي، يعني زي ما الناس كتير والله حضرتك عارف اتحاد الهلال هو اتحاد تجاه رياضيا في الجمعيات، اللي هي الجمعيات دي اساس النشاط بتاعهم نشاط اجتماعي. فاحنا نشاطنا الرياضي بس مملف بالاجتماعيات، تمام؟ بالنسبه لحته ان احنا عايزين نطلع حكام، عايزين نطلع لعيبه، نروح قد ايه؟ هل اللي حضرتك بتتكلم عليه كلنا بنسعى وساعينا ليها قد ايه؟ هناخدها حته حته. بالنسبه للعيبه، طب يا جماعه احنا كده لما تيجي تعمل دورات، دورات اللي هي الفيرست، بس ما خالفهاش الحظ او الظروف ما سمحتش انها تخش انديه بتلعب في فرق الجمعيات بتاعتهم، بتيجي بتنافس. محصله المنافسه في الاخر عباره عن كاس نحاس بيتحط في الجمعيه لحد ما يصفي والدوره اللي بعده وهكذا، تمام؟ لكن اللعيبه لا بتاخد مكافات، لا بتوديها نادي، لا 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 لا، بالعكس يمكن الا من رحم ربي غالبيه الجمعيات حتى الاشتراك بتاع الدورات اللعيبه بتشيلها. كان الموارد الجمعيات عندنا ضعيفه جدا. دي حاجه. الحاجه الثانيه، طب يا جماعه احنا عايزين حكام من عندنا. في ناس تعيد الكوره وعندها الامكانيات وعندها الناحيه الفنيه في التحكيم هتساعدنا. لان احنا الدورات بتاعتنا في الاخر الحكم اللي بيجي الحكم ما بيعملش حاجه. فبيجي متطوع او حامل التجمع اللي فيه الكيان ده. حابب ان احنا كان نجيب متجمعين مع بعض، طب في ماتش بين سين وصاد اروح احكمه. فما بياخدش حاجه، طب يا اخوانا طب ما احنا عايزين نزود. احنا ما عندناش غير خمس ست سبع حكام، تمام؟ مين النوبه ذات نفسها؟ غير بقى الناس الصراحه اللي بتيجي من بره، من الاخوه عندنا في اسوان، الجماعه الجعفره بيجي بيساعدوا معاك بيحكموا معاك حتى ما الدوره بتخلص. تمام؟ طب ايه الحل؟ يمكن الناس عندهم ومش قايلين، نبعت جواب واثنين وثلاثة وعشرة. عندنا الجمعية العمومية بتاعت الاتحاد 36 جمعية. كل مرة نبعت 36 جواب. والناس بتنزل على بعض يا اخواننا والمناشدات، الناس اللعيبة القدامى اللي عايز يجي واللي عايز يحكم، تمام؟ طب جمع الحكام دول يا اخواننا، في ناس هتتحكم. طب اتكلمنا مع كابتن تامر عز من النادي الاوروبي، تمام؟ عايزين نعمل جوابات للناس دول. بقينا نحضر والكلام ده كله قبل كده اتعمل الدوره للحكام، كان بيحضر فيها الكابتن عبد المنعم لحد جاي الناس. الدوره اللي اتعملت كان مثلا الاشتراك بتاعها 10 اللي هم واستفادوا من الدوره من بره الدوله خالص. للاسف كابتن ايوه ان احنا موجودين في الدورات بتاعتنا، الدورات بيصبوا علينا بتلاقي فينا نار بنار. ابو سيف النهارده هتلاقي توشكا ربنا يستر. الماضي بتاع الاستقلال ابو الياس قطار في الماتش. وبعد كده بالليل تلاقي سهرين في الفرح مع بعض. لكن كطموح والله كان في فكره اتطرحت. طب يا اخوانا ما نعمل دوره للنشأة. انا مش عايز 25 لعيب من عندك. احنا لو عملنا دوره 8 فرق من على مستوى الدوري كلها، مش شرط انهم يكونوا الفريق ده من ابو سيف، مش شرط لعيبه مراتهم من ابو سيف او من امريكا او من الدال او من هنا. احنا عايزين نعمل دوره. طب احنا من البراعم دي ممكن تطلع فرقه. الفرقه دي نبتدي نوديها في قصور في النادي، في قصور. احنا طبعا كلنا المفروض ان احنا فعلا هو الرياضي. اللي هو النادي اللي هنا اللي موجود في القاهره. لكن بره بامانه عشان ندي لكل واحد حقه. نادي النوبه الرياضي في السويس قلنا ما شاء الله الناس انشطتهم وناجحه. نادي النوبه العام بتاع الاسماعيليه اللي حلوه وناجحه. احنا مش كده من القاهره. ماشي في وانت هتعمله والكلام ده كله. فانا بقول لحضرتك النهارده الوجوه النيره اللي حضرتك شايفها الجمعي ده عشان عندنا قرعه. لكن لما بتيجي تجهز للدوره بتعمل 15 اجتماع، الاجتماع الاولاني فيه اثنين، اللي بعديه بقى ثلاثه، الاجتماع الرابع بقى خمسه.
في غير قبل القرعه بقى والكلام ده كله خلاص لا الناس اتجمعت والكلام الحلو اللي خلاص بنسمعه في صحف الاجتماع في الملعب خلاص الدنيا بتتحول 360 درجه. احنا كلنا والله بنسعى ان احنا نطلع حاله لان الدخله تحسن لينا. والله في سينا وصار كان بيلعب احنا للاسف في لعيبه كانت بتيجي وبتلعب مع الفرقه عندنا بيلعبوا دور ممتاز من بره الموت. هو الوحيد اللي كان من بوسطن اللي كان بيلعب بره كان رونتش. غير كده كلهم يعني عندنا لعيبه ما شاء الله الكابتن بلال الكابتن عنان بس انت لعبت جبنا ده كان بيلعب معايا لا لا انت كنت كابتن عليه. اسلام عبد العيد كان بيلعب معايا لا كنت كابتن برضه عليه. دلوقتي هو فين؟ وانت فين؟ جريدة لان هو الراجل استقال الكابتن يعني فترة مع الجيش أولي فترة مع الشيخ حسين لكن بعد كده استقال النشط. فلما بنبعد ليك سن صغير بعيد على الجمعية سن صغير بيلعب اتحاد حكم وهيتضرب وهيوصل كل واحد دلوقتي تحكيم الاتحاد صعب جدا حاليا في الوقت الحالي. لينا ناس في الاتحاد قال لك هات سن صغير وانا هضربك دخلت ان شاء الله. Gracias.